وسط جدل مدفوع بخصومة سياسية بين رئيس الجمهورية ميشيل عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، اشترح البرلمان اللبناني قانونا جديدا لمكافحة الفساد. القانون الموسوم بقانون استرداد الأموال المنهوبة رأى فيه مراقبون بأنه ينضم إلى ترسانة من النصوص القانونية القاضية بمكافحة الفساد، ما استدعى متابعينا للتعليق على القانون بالقول إن التطبيق أولى من التشريع، إلا أن مراقبين رأوا بأن القانون يحمل جديدا بتنظيمه لإجراء طلب المساعدة القضائية الدولية في وقت لا تزال فيه العديد من عناوين القضايا تخيم على حديث الفساد منذ سنوات. إذن للمزيد أرحب بضيفي من بيروت فادي سعد، عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل، كذلك من العاصمة اللبنانية وليد الأشقر، عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر. أهلا بكما أستاذ فادي سعد. جيد أن يكون هناك قانون يقره ويجيزه مجلس النواب اللبناني لاسترداد ما نهب من أموال من لبنان، لكن أليس العبرة بالتنفيذ؟ كيف يتم تنفيذ هذا القانون واسترداد الأموال؟ هكذا جاء في معظم ردود الفعل حول سن هذا القانون اليوم. مساء الخير. سعد مساء. ثانيا يعني أنا قانون استرداد الأموال المنهوبة تم إقراره بمجلس النواب النيابي اللبناني، وتم استقبل يعني شارك بإقرار هذا القانون بجلسات جلسات النقاش تاع اللجان النيابية، ولكن ليس العبرة بإقرار قوانين في لبنان. لبنان مشبع بالقوانين لمحاربة الفساد أو لمكافحة الفساد، ولكن المشكلة في لبنان ليست بالقوانين لكن بتطبيق. حتى عنوان القانون أنا برأيي مخزي، لأنه لما نقول استرداد الأموال المنهوبة يعني نحن عم نقر أنه في أموال منهوبة وأنه في ناس سرقت مصاري، ونحن بنعرف هاد الناس وعم نقر قانون لنكبشهم. طيب ليش نحن ما بندعي عليهم مباشرة ونحقق معهم بالقوانين الموجودة حاليا؟ ورئيس الجمهورية كان بشر اللبنانيين بمحاربة فساد، وكان في وزير تابع للتيار الوطني الحر بأول حكومة اسمه وزير دولي لشؤون محاربة فساد ومكافحة فساد، ما طلع تقرير واحد عنه، ما عمل ولا ريبورت لرئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة، طبعا مش رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، ولا قام بأي دور حقيقي لمحاربة فساد أو مكافحة فساد. أنا أعتقد بأن لبنان يعني اللبنانيين يتم هيك إصدار قوانين لحرفهم عن الأنظار الحقيقية عن المشكلة الحقيقية في لبنان، بإصدار قوانين ذات عناوين براقة مثل محاربة الفساد أو مكافحة الفساد أو استرداد الأموال المنهوبة داخليا وخارجيا. أنا أعتقد تطبيق القوانين الحالية كافي وكفيل بحد ذاته لمحاربة أو مكافحة أي فساد صار بالإدارة اللبنانية على مدار السنين كليات السابقة. طيب أستاذ وليد الأشقر، يعني إذا سيبقى هذا القانون حبرا على ورق. أذكر مرة عام على موضوع التدقيق الجنائي، الكابيتال كنترول، لحل لأزمة مؤسسة كهرباء لبنان، لم تنفذ أي من القوانين الإصلاحية التي تم إقرارها في الفترات السابقة من قانون الإثراء غير المشروع على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، حماية كشف الفساد ورفع السرية المصرفي. إذن ما الجدوى من سن قانون جديد أمام كل هذه الترسانة القانونية التي ربما تحتاج أستاذ وليد إلى تطبيق فقط؟
أتفق معك ومع ضيفك الكريم أن هناك مشكلة في التنفيذ، والعبرة ستكون لاحقا في التنفيذ، هذا صحيح. المشكلة الأساسية أن هناك قوانين لبنانية، إلا أن أداء الحكومات أو الأجهزة القضائية كان هناك تقصير معين في تطبيق هذه القوانين، منها الإسراء غير المشروع ومنها عدة قوانين أخرى، وآخرها قبل هذا القانون التدقيق الجنائي الذي تأخر لمدة سنة حتى اليوم، ولمدة 4 أشهر منذ إقرار رفع السرية المصرفية للسماح للشركة المتعامل معها لسحب الأوراق المطلوبة من مصرف لبنان، ولم نرى أن هناك بداية في تنفيذ هذا الموضوع. المشكلة الأساسية أعيد وأكرر أن التنفيذ ليس مطبقا في لبنان، ومشكلتنا في هذا الموضوع أننا بحاجة إلى قرار سياسي في أي موضوع. إذا أردنا العودة إلى موضوع الأموال المنهوبة، هناك تقارير عن بعض المنظمات أو بعض الإدارات الرسمية في الولايات المتحدة الأمريكية تقول أن المبالغ التي هي بين هلالين منهوبة تقدر بحوالي 800 مليار دولار، وتاليا لبنان ليس بلدا مفلسا أو ليس بلدا عليه ديون، إذ أن هذه الديون أو هذه الأرقام 800 مليار بحال تم استعادتها لبنان من البلدان الغنية، إذ أن ديونه هي حوالي 100 مليار، وتاليا هناك فائض كبير من الأموال. التحدي الأساسي أمام القضاء اللبناني اليوم هو في كيفية تطبيق هذه القوانين، إذ أن معظم هذه الأموال المنهوبة أو المعتقد أنها منهوبة هي من المفترض أن تكون خارج لبنان، وهذا أشار إليه القانون الحالي، إذ ذكر أن هناك ضرورة للاستعانة بالقضاء الدولي لتطبيق هذه النقاط إذا كان هناك حاجة إليها. هل أفهم من هذا القول أستاذ وليد أن عدد كبير من السياسيين هرب أمواله إلى سويسرا؟ نعم. مثلا طيب، هل أفهم من هذا الاستعانة بالقضاء الدولي أن القضاء أو لا يمكن أثق مع الاحترام الكبير أن هذا القضاء اللبناني مسيس أو ليس بذات الكفاءة التي تسمح له بالتحقيق واسترداد الأموال، أو أنه ربما لا يستطيع أن يحاكم سياسيا واحدا لبنانيا متهم بنهب أموال اللبنانيين ولبنان؟ بالتأكيد أتفق معك على التوصيف. المشكلة أن القضاء اللبناني مسيس، وعدد كبير من القضاة اللبنانيين يتأثرون بضغوطات سياسية من هنا ومن هناك. للأسف نحن ندعي أن هناك سلطة قضائية مستقلة، إلا أن معظم السياسيين دون استثناء يتدخلون في عمل القضاء، وتاليا يكون هذا السياسي لديه مصلحة سياسية في ملف قضائي بحت، وبالتالي يتعرض معظم القضاة إلى ضغوطات سياسية معينة. ليس هناك حماية للجهاز القضائي، ليس هناك استقلالية تامة للجهاز القضائي، وهناك أحد القوانين التي طرحها التيار الوطني الحر على المجلس النيابي بضرورة استقلالية القضاء مطلقا، وتاليا هذا القانون يساعد في حماية القاضي عند اتخاذه أي قرار يؤثر في مكان ما على هذا السياسي أو ذاك، وبالتالي نكون قد حمينا هؤلاء القضاة في حال اتخذوا قرارا سياسيا بإيقاف سياسي معين أو باستعادة أموال منهوبة ساهم أحد السياسيين في نهبها. وتاليا القضاء عليه أن يكون مستقلا بالكامل من جهة، وعلينا حماية القضاة من جهة ثانية. طب هنا أستاذ فادي، يعني وأنت أيضا محامي، أليس حريا في هذا الأمر أن نبدأ بتعزيز الجهاز القضائي في لبنان، تعزيز استقلاليته، توفير الحماية له، ثم نذهب طبعاً إلى البحث صحيح عن تلك الأموال المنهوبة؟ يعني بحسب صحيفة وول ستريت جورنال، إنما نفذ عمليات الفساد المالي السابق هم 90% من الذين حكموا لبنان، لن يحاسب السياسي نفسه أو سيمثل طواعية أمام القضاء إن لم يكن هناك قضاء قوي وأجهزة تحقيقية كذلك قوية. يعني أنا برأيي إذا قبل ما نقر قوانين لاستعادة الأموال المنهوبة أو ترجمية، لازم نعمل قانون لحماية القضاة وحماية استقلالية القضاة، وأهم قانون لازم نطلعه نحن بمجلس النيابي هو قانون استقلالية القضاء.
قانون استقلال القضاء هو الوحيد الذي يحمي القضاة من الضغوطات السياسية والتدخلات السياسية. ويعني وعنا شاهد كتير كبير الآن بالتدخل بالجسم القضائي ومنعه من القيام بدوره هو عدم إقرار التعيينات القضائية التي أقرها مجلس القضاء الأعلى. تعرف أنت بلبنان في مجلس قضاء أعلى، وهذا المجلس القضاء الأعلى هو ذات احترام وتقدير من كل السياسيين، وعلى رأسه قاضي شريف اسمه قاضي عبود، وهذا القاضي تم تعيينه مؤخرا وهو غير منتمي لأي حزب. وحتى الآن يمنع رئيس الجمهورية إقرار هذه التعيينات المقررة بالإجماع من قبل مجلس القضاء الأعلى، ويخالف الدستور بمنعه إقرار هذه التعيينات المقررة والذي أصر عليها مجلس القضاء الأعلى. والقانون يقول أنه إذا أصر مجلس القضاء الأعلى ليس على رئيس الجمهورية إلا التوقيع، وليس لديه صلاحية بعدم إقرارها. ولكن رئيس الجمهورية الذي يريد المحاصصة وتعيين بعض القضاة المحسوبين عليه وحماية بعض القضاة الذين يعني يخالفون القانون ويجب تنحيتهم، هو يريد حمايتهم، ومن أجل ذلك يمنع ويؤخر تعيين إجراءات التعديلات القضائية أو المناقلات القضائية. وبالتالي أن التيار الوطني الحر الذي يدعي على العفة والشفافية ويريد استرداد بعض الأموال المنهوبة هو يمنع إقرار التعيينات القضائية التي هي حصن وحصين ومدخل أساسي لاستقلالية القضاء. نحن كتيار مستقبل مع إقرار قانون استقلالية القضاء، مع أعطاء صلاحية كاملة مجلس القضاء الأعلى لإجراء التعيينات التي يراها مناسبة في كل المجالات دون أي تدخل، ليكون هناك قضاء وقضاة يستطيعون تطبيق القانون. نحن إذا كنا نريد إقرار بعض القوانين لتمرير من بعض القضاة اللي محسوبين علينا، هذا ما يريده فعليا وتحديدا التيار الوطني الحر الذي يريد قضاة انتقائيين وأوانين انتقائية لانتقام السياسي الذي نعرف كيف يعني يستعملونه عند الحاجة. طب هنا يتطلب رد من الأستاذ وليد الأشقر. أستاذ وليد، ما رأيك في ذلك، تلك الاتهامات التي للتيار الوطني الحر بأولا التعطيل فيما يتعلق بالمناقلات من قبل رئيس الجمهورية القضائية، وأن تريدون قضاء منتقون، عرفت كيف، على مقاس التيار الوطني الحر لأسباب يعني أجهلها؟ سأترك لك حرية الرد والتعليق، تفضل. سوف أوضح لك هذه النقطة. تفضل أرجوك. المشكلة الأساسية كما سبق وأشرت هو تدخل معظم السياسيين بملف القضاء والقضاة وملف المناقلات القضائية. مجلس القضاء الأعلى ليس سلطة مستقلة إطلاقا. المشكلة الأساسية أن مجلس القضاء الأعلى الحالي يتأثر بمواقف هذا السياسي وذاك الحزب وذاك الفريق وذاك التيار. المشكلة الأساسية في هذا الموضوع، والرئيس ميشيل عون هو المنزه فوق كل الجميع، اليوم على رأس المجلس. اسمح لي أنا ما قطعتك. وبالتالي مجلس القضاء الأعلى يتأثر بهذه التدخلات السياسية من قبل بعض السياسيين، وبالتالي رئيس الجمهورية اعتبر أن هذه المناقلات القضائية هي مناقلات سياسية وليست قضائية. وعلى سبيل المثال لا الحصر، إذا كان هناك المحافظات اللبنانية هناك مناقلات في معظم المحافظات اللبنانية باستثناء محافظة الشمال، إذ أن القاضي المولج بهذه المنطقة محسوب على تيار المستقبل وتم استثناؤه من المناقلات القضائية لحسابات تخص تيار المستقبل. وتاليا إذا كنا فعلا نريد استقلالية القضاء، علينا عدم السماح لتيار المستقبل كما باقي الأفرقاء السياسيين بالتدخل بالمناقلات القضائية، وإطلاق سلطة مطلقة للقضاء لعدم التدخل السياسي في شؤونه الداخلية. وهذه هي مشكلتنا اليوم. أعيد وأكرر، هنا التيارات السياسية، أستاذ وليد، يعني هل أنت تتهم القوى السياسية بأنها تتدخل تبرئ بذلك التيار الوطني الحر؟ بالتأكيد بالتأكيد بالتأكيد، ليس خافيا على أحد هذا الموضوع، وأتمنى أن نكون جديين عزيزي فادي بهذا الموضوع، ليست الموضوع نكتة من هنا. وتاليا ما يتدخل به تيار المستقبل من خلال بعض القضاة وغيره من الأحزاب السياسية بالتأكيد هو ما أخر عملية المناقلات التي اقترحها مجلس القضاء الأعلى.
طيب يعني استاذ وليد، يعني تختلفون كتيارين حول موضوع تشكيل وتاليف الحكومه، وحتى في هذا الامر هناك اختلاف بما تبقى من وقت استاذ فادي سعد. يعني في ظل هذا الوضع الحالي الكثير من التساؤلات عن موعد التشكيل الحكومي، وتبعتم اليوم التصريحات التي جاءت من فرنسا بان الاوروبيين بمسانده فرنسا قد تبحث عن سبل لوضع ضغط ما على من وصفتهم بالمعرقلين لتشكيل الحكومة. تعتقد أن هذه الخطوة إن تمت سيكون لها أثرها على التشكيل أم لا؟ أنا أعتقد بأن الأوروبيين جديين بالضغط على المعرقلين في لبنان لتشكيل حكومة في لبنان، وأنا أعلم جيدا والزميل وليد أشعر يعلم جيدا بأن الأوروبيين إذا كانوا سيقومون بأي ضغط سيقومون ضغطا على التيار الوطني الحر المعرقل الأساسي لتشكيل الحكومة في لبنان. والجميع يعلم في لبنان أن المعرقل الأساسي هو رئيس الجمهورية، لأن همه الأساس ليس تشكيل حكومة لإنقاذ اللبنانيين بل لتوريث صهره جبران باسيل الرئاسة في لبنان من خلال أعطاء التيار الوطني الحر وحيدا هذه تمنيات وليس حقائق في هذه الحكومة اللي سيطر عليها والوضع الخناق عليها. وهذه الحقائق دامغة يا صديقي وأنت تعلم ذلك، ولكن هيهات بأن يكون لجبران باسيل ثلثا معطلا، والشعب اللبناني سيحاكم جميع الذين عرقلوا إنقاذه والذين أمعنوا في قتله وتشريده وهجرته وتهجيره وتدمير اقتصاده الكرمة أحلام وأوهام رئاسية من هنا أو هناك فقط لغير. معي دقيقة أستاذ وليد، إذا كان لديك تعليق من فضلك بشكل موجز. سيدي العزيز، ليس هناك توريث لجبران باسيل. نحن كتيار وطني حر نسعى إلى بقاء الجمهورية ولا نسعى إلى رئاسة الجمهورية. التحدي أمامنا جميعا هو الحفاظ على هذه الجمهورية. رئاسة الجمهورية تأتي تفصيل في مرحلة لاحقة. في هذا الشأن لا ضرورة لتكرار هذا ما نقوله، هذا ما نفعله، هذا ما نمارسه بالفعل وليس بالشعارات. هناك تمنيات لدى البعض بضغوطات سياسية من هذه الدولة أو تلك الدولة. الرئيس العماد ميشيل عون منذ العام 90 وحتى اليوم لا يتأثر بضغوطات خارجية، ضميره مرتاح في هذا الشأن، وهو ما يمليه ضميره عليه هو ما يقوم به من موقعه كرئيس للجمهورية، ولا شائبة في ذلك إطلاقا. أنا أشكرك من بيروت وليد الأشقر، عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر. كذلك أشكر كذلك ضيفي من العاصمة اللبنانية فادي سعد، عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل. شكرا جزيلا لكما.